إطار التوجه العالمي للمحافظة على البيئة، تم تحديث بعض وحدات ومرافق مصفات ميناء عبد الله وبناء مصفات متوازية تابعة لإنتاج مشتقاتنا البترولية بمواصفات عالمية بيئية. قفزت بذلك الطاقة التكريرية لمصفات ميناء عبد الله من 270 ألف برميل يومياً إلى 454 ألف برميل يومياً. من الأدوار المهمة التي قامت فيها دائرة تشغيل مشروع الوقود البيئي هو التنسيق مع الدوائر المختلفة وأيضاً الهيئة العامة للبيئة للتأكد من شمول جميع البروسيجرز والدوكيومنتيشنز للقوانين الموضوعة للدولة. فضلاً عن ذلك قمنا بتدريب أكثر من 770 موظف في مختلف المجالات للحرص من جاهزيتهم لتشغيل مشروع الوقود البيئي. طبعاً إحنا دائرة العمليات كان لها مشاركة منذ بداية مراحل مشروع الوقود البيئي من البداية، حيث كنا طبعاً الموظفين أو المسؤولين أو الموجودين كانوا يراجعون الرسومات الهندسية والمخططات الهندسية للمشروع مع المقاولين، وكانوا يبدون ملاحظاتهم ومتابعة تنفيذ هذه الملاحظات على أرض الواقع وقت التنفيذ مع المشروع. أكبر تحدي كان موجود في الفترة اللي طافت هي جائحة كورونا، وواجهنا خلالها طبعاً نقص في عدد العمالة، كذلك نقص في عدد أو في توريد الموارد أو المواد المطلوبة من الخارج. كان دورنا في دائرة الصيانة مهم في جميع مراحل المشروع، سواء كانت في مرحلة مراجعة التصاميم الهندسية أو في مرحلة الإنشاء أو في مرحلة التشغيل التجريبي أو التشغيل الفعلي. من التحديات اللي واجهتنا أثناء تنفيذ مشروع الوقود البيئي هو أن تم ربط مشروع الوقود البيئي بالمصفات الحالية. هذا الربط يعطي لمصفات تكامل ما بين مصفات ميناء عبد الله ومصفات ميناء الحميدي. طبعاً تتكون دائرة الخدمات الفنية من ثلاث أقسام، هنا هندسة التصنيع، هندسة تخطيط العمليات، والمختبر. جميع هذه الأقسام كانت تعمل كفريق واحد لأداء جميع المهمات المناطة بها في فترة التشغيل. تم تكوين فرق من جميع هذه الأقسام لمتابعة أعمال التشغيل بشكل مكثف ودوري. مشروع ضخم في أعداد كبيرة من المقاولين، ويحتاج تنسيق مع دوائر وأقسام مختلفة على جميع المستويات بمختلف تخصصاتهم. مشروع بهالضخامة يحتاج عمليات تنسيق مكثفة ما بين المصفات ما بين دائرة المشاريع، فدورنا كان يتمثل في تحصيل جميع الردود الفنية اللازمة وتوصيل هذه الردود بشكل واضح للقائمين على إدارة وتنفيذ المشروع.